سيدار صالح ربي سيدار صالح ربي حوتي نجا قلبي مدحوبي نجا قلبي مدحك يا المحي المحي ما زلت في مديحة تبغي بازار جاهد شوف يا عيني الكون فاح وعبق من طيب شدار حقق فيه يقيني وانا وجدت بما نعشق سواه لله تكون في عويني وعريس لقيا مع رسول الله سيدي تكون في عويني وعريس لقيا مع حبيب الله رب الجود هو الوجود رب الجود هو الوجود هو خالق الوجود هو خالق الوجود دونه ما يكون الوجود دونه ما يكون الوجود دونه ما تكون الجنة والنار ولا سماء ولا كوكب سيار جاءت شوف يا عيني الكون فاح وعمق من طيب شدار حقق فيه يقيني وانا وجود بما نعشق سواه وعريس لقيا مع رسول الله سيدي تكون في عويني وعريس لقيا مع حبيب الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد شوقي إني إذا ما ذكرت ربي وهي مناسبة أولا لكم على روحه وكذلك مناسبة لجمع الشمل والإركاب ومناطق الفقير واللي بصب تاريخ النقابي في المغرب والحركة النقابية في المغرب طيلة 40 سنة كان كيترأس الاتحاد الشغالي في المغرب وكذلك بصب كذلك الحياة السياسية المغربية لا فترة الرصاص ولا فترة كذلك انتقاد ديمقراطي كان جزء منه نخلي اليوم كذلك هذه الذكرى ونحن نستحضر عطاءه في الاتحاد الشغالي في المغرب واللي مفهوم جديد ممارسة النقابة كرسخ مرحوم عبد الرزاق بلال وهو النقابة المساهمة واللي كان لها الأثر الكبير في التطور الحقيقي في الرسوخ ديال الفكر ديال الاتحاد العام الشغالي في المغرب في الأوساط ديال الطبقة العاملة في المغرب نستحضر كذلك عطفه وتضامنه وقربه من الطبقة الفقيرة والمهمشة والدليل على ذلك هو هذا الحضور اليوم أولا وكذلك حجم تعزية الطبقة الاتحاد العام الشغالي استقلال وعضوة سابقة في الجامعة الحرة للتعليم يعني الاتحاد العام الشغالين بالمغرب وحنا اليوم كنخلدوا الذكرى الأربعينية للزعيم الراحل عبد الرزاق فلال وكلنا كنعرفوا الصفات اللي كان كيتحلى بها سي عبد الرزاق فلال وطني غيور نقابي زعيم يعني حزبي يعني من الدرجة الأولى ومن القيادة الأولى ديال حزب الاستقلال وكلنا كان يعني عزائنا فيه واحد وكلنا كنتمنوا ان شاء الله ان وهذا اكيد ان ماشي غير كنتمنوا انا اكيد ان العائله ديالو اللي كنجدوا ليها اليوم التعازي واللي كان بهذه المناسبه كنترحموا عليه هي امتداد يعني لهذه الصفات والزعامه والاخلاق ديال سي عبد الرزاق فلال وهذا البيت غادي يبقى دائما عامر ان شاء الله بالنقابيين وبالحزبيين لانه دار ديال الوطنيين. عثمان الضمانية كاتب عام الشباب الاستقلالية إذن اليوم نخلد 40 يوم من وفاة الراحل والمجاهد الأخ عبد الرزاق فلال المناضل الكبير المناضل اللي تعلم منه الكثير المناضل اللي كان كيدافع باستماتة كبيرة على الطبقة الشغيلة المغربية ككل وحنا كشباب استقلالية كنتمناو بان نكونوا خير سلف لخير خلف لهذا المجاهد اللي عطى الكثير للمملكه المغربيه والمواطنين المغاربه ككل ونتمناو نكون عن حسن الظن ونكونوا ان شاء الله بالمقام ديال سي عبد الرزاق فلال اللي كان مجاهد كبير
واللي افتخذناه كحزب وكشبيبه. وشكرا. ترك وصمات قوية داخل العمل الجنسي، وكذلك وصمات قوية على المستوى الوطني في اتحاد في إطار الاتحاد العام للشغل المغربي، كان مدافعا قويا على الطبقة العاملة والطبقة الشبابية، وكان يؤمن بالحوار، كان رجل يعني المواقف ثابتة، ورجل يعني الأمور صراحة كان شخص متجر له أن يشوف باب بلاده والوطن ديالو أحسن أحسن الأمور. على سبيل المثال أنه حين ترى موسيقى مقاطعة عين السبع في السنوات التالية الأنشطة ديالو والبرامج ديالو اللي دار في الناس عامة شكون كان كيما من حاجة كيما من أنه البقاء الأصلح البقاء الأصلح ورجل صراحة رحمة الله عليه ضعف في البلاد ضعف في الطبقة العامة راه الامتياز صلى الله سبحانه وتعالى في أنت ولا مرحبا بهذه المناسبة نشكره هو لقاء اللي فيه حفل بيني ولقاء بين الأسرة وبين الأسرة الصغيرة ديال عبد الرزاق والأسرة الكبيرة ديال الاتحاد العام. هذه مناسبة أيضا أن باش ندعو المرحوم بالمغفرة والذنوب والرحمة وجنة النعيم. وإنا لله تبحر في أهلك تبحر في الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا رحمن يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا الشهر العظيم وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة ولعلها ساعة الاستجابة
أن تمطر شآبي برحمتك على فقيهنا الشريف سيدي عبد الرزاق الفدائي، اللهم تغمده برحمتك الواسعة، اللهم جدد عليه الرحمات في هذه اللحظات، ارحمه يا ربنا بما شئت وكيف شئت، اجعله ممن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا مجيب السائلين ويا أمن الخائفين اجعلوا يا ربنا مما قلت في حقهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. اللهم بشروا بجنة سيدي عبد الرزاق أفلا، اللهم بشروا بجنة، اللهم اجعلوا من أهل الجنة من أهلك وأحبابك وخاصتك، ولا تطرده يا ربنا عن جنابك، اجعلوا من أصحاب النعيم المقيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رحمن الرحيم شفع فيه الصلاة والسجود والقيام، شفع فيه يا ربنا الصوم وشهر رمضان، شفع فيه حبيبك المصطفى العدنان، واسقيه من حوضه ومن يداه الشريفتان شربة لا يظمأ بعدها أبدا برحمتك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم أنيسه في غربته وفي وحشته، ونورا وضياء في ظلمته، اللهم اجعله له نورا وضياء في قبره وعلى الصراط يوم العبور، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ارزق أهله الصبر والسلوان، زوجته الحاجة محجوبة وأبناءه كل باسمه، اللهم ارزقهم الصحة والسلامة والتوفيق والسعادة والبهجة والسرور. اللهم يا رحمن رحيم اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، اجعلهم يا ربنا من عبادك الذي قلت في حقهم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم يا رحمن الرحيم اجعل نار الفرقة عن والدهم بردا وسلاما، اللهم يا رحمن الرحيم اجعلهم ممن قال في حقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فاللهم اجعل سيدي مولاي أحمد ولنا فاطمة الزهراء وسيدي رشيد من الصالحين، من خيرة شباب المسلمين، من العلماء العاملين، ممن يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وراية هذا الوطن خفاقة في السماء برحمتك يا أرحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، غائبنا وشاهدنا، كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، يا ربنا من حييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اغفر لنا ما قد سلف وكان، واحفظنا يا ربنا فيما بقي من الزمان. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احجب عن بلدنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم احجب عن بلدنا هذا الوباء وباء كورونا، اللهم اجعله بردا وسلاما على سائر المسلمين، اللهم اجعله بردا وسلاما على سائر المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بعيد بيننا وبينهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، وانصر سلطاننا، هدئ اوطاننا، رخص اسعارنا، اجبر كسرنا، وتولى امورنا برحمتك يا ارحمن الرحيم يا رب العالمين، انك ولي ذلك والقادر عليه يا ارحمن الرحيم. سيدي النعمان ميارة اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له يا ربنا في عمله، وارزقه يا ربنا ما نوى وفق ما نوى، اجعله يا ربنا من العلماء العاملين، من خيرة شباب المسلمين، ممن يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وراية هذا الوطن خفاقة في عن السماء برحمتك يا أرحم الرحيم. اللهم اجعله من الصالحين، اللهم اجعله من الصالحين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الرحيم يا رب العالمين. جميع المعارف ديال سيدي عبد الرزاق الأفلال، الأصدقاء ديالو، الأحباب ديالو، الناس اللي كانوا يعملوا معاه، اللهم ارزقهم الصحة والتيسير والتوفيق، اللهم ارزقهم يا ربنا الصبر والسلوان، اللهم صبرهم يا ربنا في فراقه، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، بارك لهم في أبنائهم، بارك لهم في عملهم، وارزقهم يا ربنا ما نووا وفوق ما نووا، إنك ولي ذلك القادر عليه. اللهم شدد أزرهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.